أهلا بكم. مسلسل التوتر الأمريكي الإيراني مستمر، آخر حلقاته إعلان البنتاغون موافقته على إرسال 1500 جندي إضافي ومعدات عسكرية وطائرات استطلاع إلى المنطقة، وذلك لمواجهة ما سماها بالتهديدات الإيرانية. كما اتهم البنتاغون أذرع إيران الإقليمية بالوقوف وراء تفجيرات العراق والسعودية، واتهم الحرس الثوري صراحة بالوقوف وراء تفجيرات الفجيرة الإماراتية. في سياق متصل، أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي أن بلاده تسعى جاهدة إلى تهدئة التوتر في الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، لتنضم بذلك السلطنة إلى العراق وباكستان وألمانيا وسويسرا واليابان في قيادة جهود الوساطة لتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن. تعرف إيران والمنطقة الحرب، يدرك الجميع ما تعنيه تماما. بالمصادفة ربما يتزامن التحشيد العسكري الأمريكي في المنطقة على خلفية التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن مع ذكرى تحرير الإيرانيين لمدينة خرمشهر أوائل الحرب العراقية الإيرانية. بين هؤلاء من لا يزال يحفظ رائحة البارود بالتأكيد، لا هم يريدون الحرب ولا حتى أمريكا كما تقول. الطرفان يرهنان بدأها بالطلقة الأولى التي لا يبدو أنها ستخرج من فوهة أي منهما. لم نضع لحظة خلال 37 عاما لامتلاك القوة اللازمة لمواجهة المؤامرات المتجددة لأمريكا وأعداء الثورة، وأعلن هنا أننا أكثر جهوزية واستعدادا من أي وقت مضى. يحين وقت الدبلوماسية. وزير الخارجية الإيراني في باكستان بعد جولة مكوكية في روسيا والصين واليابان والهند. التوتر الإيراني الأمريكي على رأس جدول أعمال الاجتماعات. بحثنا التحركات الأمريكية ضد إيران وإرهابها الاقتصادي وضرورة الوقوف في وجه هذه البلطجة. ترامب قال قبل أيام إنها ستكون نهاية إيران، ونقول إيران هي من ستشهد نهايتها. في طهران يكشف رسميا عن القليل فقط، أما في الكواليس فأحاديث لا تنتهي عن مساع عديدة عراقية وسويسرية وقطرية وألمانية للتهدئة بين الطرفين، والأهم برأي كثيرين الجهود العمانية التي لا تخفيها مسقط ويرتاح لها الطرفان ربما. واشنطن تبعث وفود وتبعث رسائل واضحة وتريد التهدئة، لكنها إعلاميا تعمل بشكل آخر وتشن ما زالت الحرب النفسية ضد طهران. هوة قد تكون أكبر من السابق خلفها ترامب في العلاقات الإيرانية الأمريكية بانسحابه من الاتفاق النووي وانتهاجه سياسة العصا والجزرة. اليوم لا يمكن توقع مفاوضات مباشرة بين الطرفين، هي محاولات التهدئة، نزع لفتيل حرب يخشى الجميع أن تندلع. حازم كلاس، العربي، طهران. ونناقش هذا الملف مع ضيفنا من الكويت الأستاذ عيد الفضلي الكاتب السياسي. مساء الخير أستاذ عيد، إلى أي مدى ترى بأنه جهود الوساطة هذه وقد دخل فيها أكثر من طرف اليوم قد تؤدي بالفعل إلى تهدئة الأوضاع بين الطرفين طهران وواشنطن؟ مساء النور أختي ليليان. بالنسبة للوساطات دائما هناك وساطات مجربة، الوساطات المجربة كالوسيط العماني الذي شارك في صياغة الاتفاق النووي بين أمريكا وإيران، وكانت هذه الوساطة دائما تعمل بصمت، ودائما في الخليج هناك رمانتان للاستقرار السياسي، الكويت يمينا وعمان شمالا. الحرب ليس للسياحة أو النزهة، الكل يعلم أن الحرب ومدى خطورتها على المنطقة، خصوصا أنها الشريان الاقتصادي الكبير للعالم، وأقصد بذلك البترول. هناك العديد من الوساطات، ولكن الوساطة الرئيسية في وجهة نظري هي التي قام بها السيد يوسف العلوي وزير الدولة لشؤون الخارجية العماني. الوساطة هذه يعول عليها الإيرانيون وكذلك الأمريكان،
وينظرون لها نظرة ثقة، ولكن هناك تدخلات أخرى، يعني مثل ما نقول باكستان، ألمانيا، سويسرا، العراق، الكويت نوعا ما، فلذلك عدة وساطات، ولكن ستتوج الوساطة العمانية بأن يكون لديها الحل. هذا من ناحية، هناك مساعي للوساطة، ولكن تحركات إيران والزيارات التي يقوم بها الآن جواد ظريف إلى العراق من ناحية وباكستان من ناحية أخرى، وما قيل أيضا عن اتصالات بين رئيس الحرس الثوري والعراق طالبا منه الدعم وكذلك باكستان، فهل جولات ظريف تصب في خانة الوساطات والبحث عن الحل، أو ربما البحث عن دعم ومؤازرة وولاءات في هذا المواجهة؟ زيارات وزير الخارجية جواد ظريف إلى المنطقة تعتبر لحشد الدعم الإقليمي لموقف إيران. إيران لا تريد أن تبدأ الحرب ولن تشعل شرارة الحرب، وكما قالوا الإيرانيون أن أصبعهم على الزناد، فهم لن يبدأوا بالحرب ولكن لن يستسلموا. ووضع إيران يختلف عن ما حصل 2003 مع العراق، فإيران مساحتها 5 مرات أكبر من العراق، وكذلك لديها جيش كبير وعملت على التسليح طيلة 29 عام بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي، وهي تعمل ووصلت إلى المجال النووي. فلذلك الوضع بالنسبة لزيارات جواد ظريف هو الحشد الإقليمي للموقف الإيراني، وكما نرى أن الأزمة فترت نوعا ما، وأصبح الكل يصرح بأنه لا يريد الحرب، فلذلك هذه الجهود تصب في صالح الدعم الإقليمي لإيران حتى لا يكون هناك أي حرب في هذه المنطقة الحساسة. هذا من ناحية، ولكن أيضا كيف نقرأ اليوم اتهامات البنتاغون الصريحة لمن أسماهم بأذرع إيران في المنطقة بالوقوف وراء عمليات التفجير في السعودية والعراق والفجيرة؟ هذا الاتهام هل قد يكون مبررا اليوم للولايات المتحدة بإطلاق الرصاصة الأولى، لسيما مع قرار أو موافقة ترامب على إرسال المزيد من الجنود، 1500 جندي والمزيد من العتاد إلى المنطقة؟ وجهة نظري هذا يبث الرصاصة الأولى للمفاوضات. سيكون هناك مفاوضات ولن تكون هناك حرب في الفترة المنظورة حاليا. البنتاغون استخدم الضغط السياسي في اتهام أذرع إيران. الحوثيون أعلنوا أنهم انضربوا وهم في حالة حرب مع المملكة العربية السعودية والإمارات. أما بالنسبة للفجيرة، الاتهام بأنهم الحرس الثوري، صحيح. طيب أين المراقبة؟ أين الأمريكان؟ أين الجيش الإماراتي؟ أين الرصد؟ أين الردع؟ أين الرادارات؟ ما هو الدليل على ذلك؟ نعم، أنت ترى إذن أن هذه اتهامات يعني غير مستندة على دليل. نعم لا يوجد أي دليل. ما هو الدليل في قصف المنطقة الخضراء في بغداد؟ هل هو من أذرع إيران، من فصائل أخرى، من حزب البعث المنحل؟ لا نعلم. أين الدليل؟ قلت حضرتك بأنها اتهام يعني عام بدون أي أدلة وبدون يعني ما أنت يعني التاريخ القريب ما زال يذكرنا، يعني حرب العراق أيضا قامت دون أدلة مادية وسند قوي يستند إليه، ومع ذلك نفذت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الحرب على العراق، فمن هنا يأتي هذا التساؤل. ولكن أستاذ، أيضا فيما يتعلق، قلت حضرتك بأنه قد تكون إطلاق رصاصة المفاوضات، هل تسعى الولايات المتحدة مع إرسال المزيد من العتاد والجنود أن يكون لها ربما اليد العليا في هذه المفاوضات؟ دائما التعامل الأمريكي يعمل بسياسة تو فيس، يجهزون للحرب حتى تكون ورقة ضغط وجلب قوات، وبذلك يحلبون بعض الدول الخليجية ماديا واقتصاديا، ويدفعون تكلفة الجنود والأسلحة والمعدات والبارجات وكل ما ينغل جوا وبحرا. بعد ذلك هذه الأمور تكون
ورقة ضغط بيد الأمريكان حتى تكون لهم اليد العليا في المفاوضات، ولكن هناك وسيط عاقل وهو الوسيط العماني. نعم. وإيران تتعامل بروية غير متسرعين. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عيد الفضلي الكاتب السياسي، كنت معنا من الكويت.